مساء الخير حضورك العربيه الكرام. طبعا هي ناس كتير عارفاني، فانا برضه هكمل تعريف بنفسي. انا اسمي بلاء عبد المنعم من مصر، مدرس مساعد بجامعه القاهره، واول اداريه بنت في الوطن العربي يناير 2013، و اكس بقى يعني قائده سابقه في برنامج التعليم في حوالي 10 جامعات او حوالي 12 جامعه، القاهره الازهر 100 و10 جامعات ثانيه، و مؤسس مشارك لويكيميديا مصر، مجموعه مستخدمي ويكيميديا مصر. ايه المساهمات النسويه اللي انا عملتها من اول دخولي ويكيبيديا؟ انا دخلت ويكيبيديا 2012. المساهمات النسويه اللي انا عملتها وتعاون ويكي المراه في 2019 و2018، الفن والنسويه في 2019 و2018، ويكي المراه 2015 2016، ويكي جاب مع سكارلت سويد كمناظر مشارك في 2018، وكنت يعني منظم مشارك لمؤتمر ويكي عربيه في مصر من سنتين. دي كده يعني مقدمه سريعه عني. هنيجي بعدها احنا هنتكلم عن ايه بالظبط. المراه والفنون، تعاون سيدات ويكي والفن والنسويه، دي الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها، المبادرات اللي احنا عملناها بدايه من 2014. كلنا عارفين او يعني كانت دي دراسه عملتها الخارجيه السويديه ان في حوالي 4% 4 مرات مقالات عن الرجل، اربع اضعاف يعني مقالات الرجال، اربع اضعاف مقالات السيدات، ومن كل 10 محررين 9 رجال وواحده سيده. وطبعا في فجوه رهيبه جدا جدا في المحتوى، سواء المشاركه او المحتوى نفسه. فاحنا في ويكيبيديا حاولنا نعالج الموضوع ده. طب احنا بنعالج الموضوع ازاي؟ كان عن طريق برنامج التعليمي اللي كان موجود في مصر من 2012 لحد ابريل 2019، مسابقات الكتابه، ومبادرات ويكي جاب، والارت الفن والنسويه، اللي بتاعتهم بتاعت الفن والنسويه. طيب احنا بيبقى هدفنا ايه؟ هدفنا ان احنا نزود المحتوى النسوي، هدفنا ان احنا نزود مشاركه النساء، يعني كمحتوى مشاركه النساء. احنا بنرغب جدا جدا ان احنا نحسن او نطور المقالات المختاره والجيده، ان احنا بنوصل في الاخر فعلا في اخر كل مبادره ان يبقى في مقالات مختاره وجيده اتعملت من الناس في المبادرات دي، و نزود وعي الناس بخصوص الوجود النسوي او المحتوى النسوي على ويكيبيديا. ولا مركب الاولى انجيجمنت؟ انا اصلا شو قلت؟ مشاركي ويكي عربية، ويكي عربية participants. We will be having here with us ولا عبد المنعم. She will be talking about feminism project on our Wikipedia. ستكون معنا ولا عبد المنعم من مصر لتتحدث حول مشاريع ويكيبيديا النسوية في هذه القاعة. في القاعة المجاورة وقاعة القاضي عياش ستكون المبرمجة مشروع ويكي طب بالمشاركة علاء النجار. ويكيميد بروجكت باي علاء النجار will be scheduled at قاضي عياش room close by. You can choose which session you would like to attend. Thank you. شباب، زملاء، أصدقاء، خذوا الأماكن. شكرا لكم. خذوا مقاعدكم يا من فضلكم. الذي فرنسا صعيبه اليوم. عربيه انجليزي، عربيه انجليزي. Guys, please have a seat. We'll be starting right now by talk of ولا عبد المنعم from Asia. مساء الخير حضورك العربية الكرام. طبعا
طبعا هي ناس كتير عارفاني، فانا قلت هكمل تعليق بنفسي. انا اسمي بلاء عبد المنعم من مصر، مدرس مساعد بجامعه القاهره، واول اداريه بنت في الوطن العربي يناير 2013، و اكس بقى يعني قائده سابقه في برنامج التعليم في حوالي 10 جامعات او حوالي 12 جامعه القاهره الازهر 100 و10 جامعات ثانيه، و مؤسس مشارك لويكيميديا مصر، مجموعه مستخدمي ويكيميديا مصر. ايه المساهمات النسويه اللي انا عملتها من اول دخولي ويكيبيديا؟ انا دخلت ويكيبيديا 2012. المساهمات النسويه اللي انا عملتها وتعاون ويكي المراه في 2019 و2018، الفن والنسويه في 2019 و2018، ويكي المراه 2015 2016، ويكي جاب مع سكارلت سويد كمناظر مشارك في 2018، وكنت يعني منظم مشارك لمؤتمر ويكي عربية في مصر من سنتين. دي كده يعني مقدمة سريعة عني. هنيجي بعدها احنا هنتكلم عن ايه بالظبط؟ المرأة والفنون، تعاون سيدات ويكي والفن والنسوية، دي الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها، المبادرات اللي احنا عملناها بداية من 2014. كلنا عارفين او يعني كانت دي دراسه عملتها الخارجيه السويديه ان في حوالي 4% 4 مرات مقالات عن الرجل، اربع اضعاف يعني مقالات الرجال، اربع اضعاف مقالات السيدات، ومن كل 10 محررين 9 رجال وواحده سيده. طبعا في فجوه رهيبه جدا جدا في المحتوى سواء المشاركه او المحتوى نفسه. فاحنا في ويكيبيديا حاولنا نعالج الموضوع ده. طب احنا بنعالج الموضوع ازاي؟ كان عن طريق برنامج التعليم اللي كان موجود في مصر من 2012 لحد ابريل 2019، مسابقات الكتابه ومبادرات ويكي جاب والارت الفن والنسويه اللي كانت بتاعت الفن والنسويه. طيب احنا بيبقى هدفنا ايه؟ هدفنا ان احنا نزود المحتوى النسوي، هدفنا ان احنا نزود مشاركه النساء يعني كمحتوى مشاركه النساء. احنا بنرغب جدا جدا ان احنا نحسن او نطور المقالات المختاره والجيده، ان احنا بنوصل في الاخر فعلا في اخر كل مبادره ان يبقى في مقالات مختاره وجيده اتعملت من الناس في المبادرات دي، و نزود وعي الناس بخصوص الوجود النسوي او المحتوى النسوي على ويكيبيديا. طبعا زي ما قلت في فجوه كبيره جدا. نرجع بقى من البدايات. في شهر سبتمبر 2014 في مصر، يعني وقت ما كان برنامج التعليم موجود، كنا منظمين يعني البرنامج كان مستمر فتره الصيف والخريف ولحد وصولا لشهر سبتمبر اللي هو اخر عمود. دي كانت المساهمه فيه، دي مساهمه البرامج، دي كانت خامس نسخه برنامج التعليم اللي احنا وقفناه على 11. دي كانت مساهمات برنامج التعليم في خامس نسخه. وصلنا اللي هو الكولم الاخير، العمود الاخير ده اللي احنا وصلناه، مساهمات وكتابات عن المراه في الشهر ده في الفتره دي في النسخه الخامسه من برنامج ويكيبيديا للتعليم في شهر سبتمبر. وقت عملنا برنامج موازي في جامعه القاهره وجامعه عين شمس، بقت كل الاثنين شغالين مع بعض، محتوى نسوي محتوى نسوي. ففي نتائج دلوقتي هظهرها. فكانت اخر عمود هو اللي كان يعني باين قوي ان الشهر ده تحديدا وقت اطلاق المبادره كان فيه مساهمه كثيره جدا جدا جدا. دي كانت نفس النسبه اللي هي 48% من المحتوى اللي اتضاف في خلال نسخه كامله اللي هي الشهور السابقه دي، 48% منها اتضافت بس في شهر سبتمبر الشهر اللي اطلقت فيه النسخه. معلش البرزنتيشن طويله شويه وتقيله. طيب يعني عقبال السلايد الثانيه اما تحمل هي عدت. في كان 88% من المساهمات جت من السيدات في الفتره دي، وكان 28% من المحتوى كان نسوي،
برضو خلال الفترة دي، يعني خلال الفترة نسخة النسخة الخامسة من برنامج ويكيبيديا للتعليم 28% منها كان نسوي، و 88% من المشاركين كانوا طالبات. طبعا احنا عندنا في مصر في الجامعات السيدات موجودين بكثرة اكثر من الرجال من الرجالة. تمام، عملنا بعدها ايه؟ كان قبل ما نبتدي مسابقة ويكي المرأة في 2015-2016 دي كانت 4 جولات، بداية من 1 ديسمبر 2015 ل 30 نوفمبر 2016. كنت انا وصديقتي الادارية السابقة رافان من العراق كنا شغالين المسابقة دي مع بعض. فكرتها جت ازاي؟ فكرتها جت في ويكيمانيا المكسيك 2015، ان هو ليه ما نعملش حاجة على مستوى الوطن العربي؟ ساعتها يعني ناقشنا الموضوع، كان ساعتها في اجتماع ممثلي الدول العربية في المكسيك، وطرحنا عليهم الموضوع خلينا نعمل الحاجة دي على مستوى الوطن العربي. كان في قبول كبير للموضوع، ومعرضنا ان احنا ناخد فند او جراند من الفاونديشن من المؤسسة، وافقوا جدا وعملنا فعلا المسابقة. النتائج بتاعتها كانت مبهرة بصراحة، يعني وصلنا في الآخر 6 مقالات مختارة، 9 مقالات جيدة، 8 قوائم مختارة، بوابة جيدة، 8 صور مختارة، عدد المقالات 7787، وعدد الصور 480 صورة. فده كان إنجاز، كان نتكلم 2015-2016 لسه برضو وعي الناس بالمشاركة في ويكيبيديا برضو، يعني إيه هو كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبليه. وقفنا 2017 تقريبا ما كانش فيها انشطه نسويه كتير، يعني اللي انا شخصيا كنت قاعده في اسبانيا، فكنت انا قدمت عروض زي دي في اسبانيا، وكانوا مبهورين جدا احنا ازاي في الوطن العربي بنعمل حاجات ليها علاقه بالمراه وازاي بنحقق نتائج، فكانت حاجه مبهره. كملنا بقى في 2018 لما جالنا دعوه من الخارجيه السويديه ان احنا ننظم ميكي جام مع سفارات السويد في البلدان بتاعتنا، ودي برده الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها بكره ان شاء الله مع سفاره السويد. فنظمنا ويكي جاب فعلا في مصر، نظمنا 2 سيشنز، واحدة في 1 مارس واحدة في 3 مارس 2018. ساعتها كانت النتائج كانوا خلال الورشتين كانوا عدد المشاركين 35 مشارك، وعدد المقالات كانت 29 مقالة. دي كانت صورة اللي كنا عاملين الايفنت في مكتبة عامة، مكتبة مصر العامة. دي كانت صورة الايفنت الاولاني، ودي صورة الايفنت التاني. طيب هل انا هوقف لحد هنا؟ لا انا موقفش. فانا عملت ايه بعدها؟ قلت لا احنا كمان لازم نفكر خارج الصندوق، مش مجرد اتنين ايديتاسونز بس ورشه تحريريه وخلاص هنكتفي بكده، لا كنا عايزين نوصل لابعد من كده. عملنا مبادره او مسابقه المراه والفنون، دي كانت في 12 مارس 2018. ساعتها انا عملت دعوه على النت، يا جماعه انا حابه اتكلم عن مفاجاه، يعني تعالوا المهتم بويكيبيديا يجي يحضر. فالناس دي جت حضرت، واتكلمنا وقتها ان احنا هنطلق مسابقه 15 مارس عن المراه والفنون. وكانت النتيجه المراه والفنون بالتعاون مع مبادره الفن والنسويه، ده الكلام ده كان في 2018. النتائج بتاعتنا اللي طلعت، يعني عملنا المبادره دي من 15 مارس ل 30 ابريل تمام، شهر ونص. وصلنا لايه؟ وصلنا لثلاث مقالات مختاره. المسابقه دي كانت تقريبا اعتقد كانت عليها فلوس، عليها جوائز. وصلنا لثلاث مقالات مختاره، 6 جيده، 1147 مقاله جديده، يعني كانوا 22 مشارك، 11 من السيدات و11 من الرجال. وعدد البايتس يعني كنا كسرنا رقم بال 11 مليون بايت، فدي كانت حاجة حلوة جدا. كانت المسابقة دي كانت شغالة برضه بدعم برنامج ويكيبيديا للتعليم، اللي هو كانوا فيه الطلبة بتوعي ان انا برضه كنت بقعد انقح المقالات بتاعتهم على طول الخط. طيب ايه اللي حصل تاني؟ كنا في جنوب افريقيا في ويكيمانيا 2018، فلينا صديقة من ارمينيا قالت احنا عايزين، يعني كنا السنة اللي فاتت عاملين مبادرة كان هما بين ايطاليا ارمينيا الارجنتين، قالوا طب احنا كمان عايزين ندخل اللغه العربيه معانا. فقالت ايه رايك ان احنا ندخل بالمبادره دي؟ قلت لهم تمام جدا. عملنا المبادره 15 يوم بس، كانت من 16 يوم من 15 اغسطس لحد 31 اغسطس، كانت بمشاركه الارجنتين، ارمينيا،
الكاميرون كانت على استحياء وكانت مصر ايطاليا. النتائج وقتها بنتكلم في 16 يوم كان 11 مشارك طلعوا 87 مقاله وطلعوا حوالي يعني نقول مثلا نص مليون بايت. ودي بالنسبه للاحصائيات الارقام دي كانت كويسه جدا جدا. طيب بعدها هنعمل ايه؟ هنسكت؟ لا مش هنسكت برضو، هنكمل. التاخن ده انا عملته وانا برضو كنت قاعده في اسبانيا. كان عندي تواصل مع سبارت سويت في مصر، سبارت سويت في اسبانيا، ان احنا والفن طبعا والفن والنسويه، ان احنا عايزين نكمل، عايزين نكمل اللي احنا ابتديناه قبل كده عن المراه. فانا خلاص فكرت ان احنا دي كانت حاجه خلاص مش مدفوعه بقى، ان احنا خلينا نخش ورشه، يعني ورشه تحريريه او فتره تحريريه. كانت الفتره دي من 1 مارس لحد 15 ابريل. فقلنا نشوف يعني ايه، انا زي ما بقول دي كانت حاجه تطوعيه بحته، ما كانش في اي مقابل خالص خالص خالص. فساعتها كانت المشاركه 19 مشارك او النتيجه 19 مشارك 1518 مقال، كسرنا يعني رقم 7 مليون لايك. فكان برضو كانت نتيجه مذهله جدا جدا. الفتره دي كنا دخلنا في ابريل 2019، فجينا وقفنا برنامج التعليم بسبب مشاكل ليها علاقه بالتمويل مع الفاونديشن مع المؤسسه. فاضطرينا ان احنا نوقف برنامج التعليم في ابريل. وانا فكرت ان انا عايزه اعمل حاجه جديده، انا لان انا عندي تحت ايدي طلبه كتير جدا متطوعين من جميع محافظات مصر، والناس كلها عايزه تشارك. انا يعني ما كنت بشوفهم مع وجها لوجه، كل تعاملنا كان على الانترنت بس. فالناس عندها رغبه ان هي تشارك وعايزين يكتبوا وعايزين حد يراجع لهم المقالات. طب خلاص انا خدت على ان انا اكمل في الموضوع ده. واخترت الاسم ساعتها ان احنا خلينا شعاع ويكيبيديا معرفي. ابتديناه من اول يوليو 2019 ولسه مكملين ان شاء الله لحد يناير السنه الجايه. يمكن حتى في المبادره دي يعني احنا وصلنا ان احنا رشحنا ثلاث مقالات، اثنين مختاره واحده جيده. والناس بتكتب فيها المبادره دي كانت عباره عن ايه؟ اكس برنامج التعليم، برنامج التعليم سابقا مدمج في الفن والنسويه. تمام، الاثنين كانوا مع بعض. اللي عايز يشتغل مقالات حره يشتغل، اللي عايز يشتغل تحت عباءه الفن والنسويه يشتغل. والاثنين تحت العنوان الكبير شعاع ويكيبيديا معرفه. جينا برضه تاني للتطور الاخير. ارمينيا وايطاليا هيكملوا معانا. بس وقتها كانت دي كانت الجوله الثانيه بالنسبه لنا احنا كعرب. دخلوا معانا دول كتير جدا، يعني كانت الارجنتين، ارمينيا، المغرب، الكاميرون، مصر، فرنسا، المانيا، غانا، اليونان، الهند، ايران، ايطاليا، نيبال، نيجيريا، السويد، سويسرا، اوغندا، وكان امريكا. بس فعليا برضو الناس اللي شاركت يعني ممكن نلاقي من الكاميرون حاجه بسيطه، ممكن نلاقي من غانا حاجه بسيطه. الناس اللي هم الاساسيين كانت النسخه العربيه، النسخه الارمينيه، النسخه الايطاليه. عملناها شهر من 20 اغسطس ل 20 سبتمبر. وصلنا ان احنا كان حوالي كانوا 19 مشارك، بس اللي شاركوا فعليا كانوا 13، ودول ولدوا 125 مقاله وكسروا حاجز ال 3 مليون بايت. والصوره دي كانت في مصر في 23 يوليو 2019، كانت ليها علاقه بالخطه الاستراتيجيه لويكيميديا 2030. وجمعنا فيها ناس من الفن والنسويه، الناس اللي شاركت في الفن والنسويه ان هم يتعرفوا علينا عن غرب، احنا بنعمل ايه، نشاطاتنا ايه. ده كده يعني ما في جعباتي بخصوص المساهمات او المشاركين المشاريع النسويه على ويكيبيديا. طبعا انا اكتر بتكلم على كلها حاجات تطوعيه، يعني مش داخل معانا جهه هي ليها تمويل خاص بيها او ان المشاريع دي تبقى مموله. يعني في حاجات كانت عليها جوائز كمسابقه، وفي حاجات في العادي او في المجمل كانت لا مجرد مساهمه تطوعيه بحته، وان الناس بس عايزه اللي يتابع معاها. طبعا باعتبار ان احنا عندنا الفجوه دي في ويكيبيديا العربيه ان احنا اقل من 4000 محرر، كسرنا 950000 مقاله، ففي فجوه كبيره جدا جدا. فان انت تاخد على عاتقك ان انت تقعد تراجع المقالات وتقعد تنقح وتقعد يعني
تتشك على كل حاجة، فالموضوع لا مش سهل. فهي دي النتائج لحد دلوقتي، والحمد لله يعني نلاحظ بشكل عام ان المحتوى النسوي تطور جدا في ويكيبيديا. ما زلنا يعني بنحاول ندخل السيدات معانا في ويكيبيديا في اي برنامج التعليم هنا او هنا او هنا، سواء اي مبادره نسويه سواء شعاع، يعني بنحاول، بس هو الموضوع بيبقى صعب شويه. فانا دلوقتي بقى يعني هسيب المجال لحضراتكم لو عندكم اي تساؤل او اي حاجه. فنظرت كخبيرة في
في هذا البرنامج او انتما الاولين اللي بديتوا كيفاش جاي النصائح اللي تقدر تقدميها والاخطاء اللي خاصنا نتفاداوها الا بغينا نديروا بحال هذه البرامج في المغرب؟ طيب هو مادام التعليم كان مجرد مليح خلاص يعني الا ما شايفه دلوقتي على ارض الواقع ما بقاش في تغطيه ما بقاش في دعم ما بقاش في اي حاجه هو مجرد برنامج يعني خلاص تمام كده فسواء برنامج التعليم سواء اي مبادره كله زي بعضه المهم هدفك ايه هدفك تطوري محتوى مختار وجيد على ويكيبيديا ولا هدفك عدد مقالات توصلي 1000 2000 مقاله ولا هدفك ايه ولا توصلي للاثنين مع بعض تمام فمش مشكله اسم البرنامج خالص بس انا فاكره عندكم من فتره كان في مشروع المغرب او حاجه كده كان في حد عامله الموضوع كان الشخص من حين لاخر عمال يحط اعلانات بس هو برضو الشخص مش معروف للناس فبتعتبر بالنسبه للمجتمع العربي ان هي في القاعه لو حد كده طالع يا جماعه تعالوا نعمل كذا وخلاص هو ما بيعملش متابعه ما بيعملش اي حاجه اللي هو يقترح الفكره وخلاص المجتمع العربي كسول للاسف ان احنا بنعترف ان المجتمع العربي كسول جدا جدا فانت هتعملي المبادره يبقى انت لازم تتابعيها هتعملي المبادره وتمشي يعني يؤسفني ان انا اقول لك ان الموضوع ده هيفشل كليا فزي ما بقول لك مفيش مش فارقه المسمى خالص خالص ودلوقتي حتى كمان المؤسسه عندها حاجه ان هي بقت رافضه تعمل جوائز نقديه يعني مثلا المسابقه دي المركز الاول 500 الثاني 300 الثالث 200 مثلا لا رافضه تدي فلوس ويقول لك مثلا نعمل كوبون من امازون او اي حاجه او خلاص اكتفي بالشهاديه تمام بس احنا لازم نبقى قايلين الكلام ده من الاول مثلا كان عندنا واحده من المبادرات دي كان فيها فلوس وهم وقت التوزيع قال لك لا قلت لهم لا مش الكلام ده انا قلت للناس ان في فلوس في المركز الاول كذا الثاني كذا الثالث كذا لو انت قلت من الاول واعلنت صراحه خلاص همشي عليك بالتالي قلت لهم لا دي ثقه مجتمع في الشخص الفلاني انا مش هز الثقه دي عشان انت بتقول طلعت فلوس بالشكل الفلاني لا تمام فزي ما قلت لك يعني هي وقت قبول حاجات كتير جدا في بعضها واراده اراده قبل اي حاجه في الدنيا دكتوره ولا يعطيك العافيه أنا من المتابعين لجهودك من زمان وصراحة جهودك مش بس على مستوى مصر أو على مستوى الوطن العربي بل هي جهود عالمية مشكورة جدا أنا صراحة عندي سؤالين السؤال الأول هو جربتي تبحث عن الأسباب وراء الإحصائيات اللي ذكرتيها بأنه الفيميلز نسبتهم قليلة جدا بالنسبة للميلز في ويكيبيديا والسؤال الثاني هو لاحظت أنه في حدا معلق لك على صورتك في ويكي عربية بأنه 20% فقط من حضورهم من الإناث. فسؤالي بناء على هذا الصدد، هل برأيك الجهود اللي بذلتيها أنت وبقية المستخدمين في سبيل ويكي المرأة هل ساهمت في زيادة نسبة الإناث؟ هل لها أثر في زيادة نسبة الإناث؟ يعني أثر بشكل إيجابي أم لسه المشكلة موجودة؟ طيب ماشي. يعني ليه برضو الإناث ما بيظهروش على المساحة؟ يعني انا هحكي موقف كده من رشحت اداريه بس لو سمحت اضيف شغله نسيت اضيف شغله بانه هلا بحثت عن السكس ريشوز في الوطن العربي ما بين الميلز والفيميلز هي تقريبا قريبه جدا من بعضها يعني مش كثير الميلز اكثر من الفيميلز فشو السبب بانه الفيميلز لساتهم قليلين جدا على الانترنت وعلى ويكيبيديا طيب انا هحكي حاجه قبلها فما ترشح لي اداريه في يناير 2013 فكان في عزوف شويه عن التصويت عرفت بعد كده من الناس من يعني اقرب اصدقائي دلوقتي ان هو ليه ما صوتوش وقتها؟ قالوا خايفين خايفين واحده بنت تمسك اداري تحل مشاكل اشكاليات طبعا احنا عندنا في ناس بتتلفظ بلفظ مش كويس بتحط صور خادشه للحياه فازاي البنت ممكن تتدخل تحل حاجه زي كده؟ ازاي تخش بالنزاع اثنين بيتخانقوا اثنين بيقولوا الفاظ مش كويسه او في مشكله سياسيه مشكله فظيعه مثلا ويعني ازاي البنت تعرف تتدخل وتحل الحاجات دي؟ الموضوع مش علاقه بنت وولد موضوع انت نفسك تقدر تعمل ايه تمام كده فعقليه مجتمع طب ليه البنات ما بيسعوش ان هم يشاركوا يعني من تجاربي من طلابي تقريبا بنات اغلبهم مستواهم العظم بنات اهم حاجه عندهم طبعا فكره العمل التطوعي طبعا في يعني في مشكله في فكره العمل التطوعي انه الناس ما بتوصلش الفكره كويس وانت لما بتوصل الفكره لا انا عندي حاجات ثانيه اهم اعملها من العمل التطوعي واحنا كبنات يعني شويه ايه معلش على السبب ده بس اللي هو يهمنا الموضه يهمنا نخرج نتفسح مش هقعد اقضي حياتي ان انا اقعد اكتب مقال على ويكيبيديا اللي هو
انا كان اهلي بيقولوا لي قبل كده ايه ويكيبيديا اللي انت قاعده عليها دي كل شويه ليل ونهار ونهار وليل وما بنشوفكيش فيها يعني واخداكي مننا نفس الشعور نفس اللبس يعني ف يعني من واقع انت تيجي تتكلم مع بنات لا يعني هو مش مقيدين الموضوع هي اهم حاجه تلبس اهم حاجه تخرج يعني عقليه هي عقليات بنات ده الطبيعي بتاعنا كبنات يعني طيب هل المشاريع دي اسهمت كانت في احصائيه كانت على فكره في حاجه هنا في بتاع مظاهرتي رغم ان العرض تقيل جدا جدا ففي حاجه ما ظهرتش كانت المسابقه اللي احنا عملناها في 2015 2016 كانت اربع جولات كانت نسبه الذكور كانت اكتر من الاناث يعني الذكور كتبوا مقالات عن الاناث عن السيدات بس المشاركين كانوا ذكور دي كانت حاجه غريبه جدا جدا كانت ظاهره غريبه بس في الاول وفي الاخر هي بترجع ان هي البنت مش هتشارك احنا بنعمل كل ما في وسعنا ان احنا بنحط اعلانات هنا وهنا وهنا وابتدعوا الناس كنا بننزل نطاق الجامعه بحكم الشغل طبعا ان احنا نقول الناس عندنا مبادره كذا وكذا ولو حابين تشاركوا بس يعني هو الطبيعي ان هم عندهم عزوف بس المحتوى نفسه زاد يعني انا هرجع اقول لك في الاول وفي الاخر خلاص انا ما بقاش مهمنيش وجود النساء لانه انت بتحاول 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 تنزل مجهود كبير جدا 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 وفي الاخر بيبقى هباء يعني فخلاص انا دلوقتي يهمني يعني انا اقول عايز المحتوى النسوي يزيد يزيد بقى عن طريق ولاد يزيد عن طريق بنات بس عايزه دي السلايد اللي مظهرتي بس اهم حاجه المحتوى النسوي يزيد والمشاركه هتيجي عاجلا ام اجلا هتيجي احنا كنا فين من ساعه ما ابتدينا 2003 كنا فين فين السيدات كانوا فين فهتيجي هي كان في سؤال هنا اولا يا ولاء جهودك تشكرين عليها مبهره فعلا ثانيا عندي سؤال هو في نفس الوقت اقتراح اظن ان الناس الذين يشاركون الى غايه هذا الوقت في هذه المشاريع هم عندهم مسبقا وعي بالمشاكل التي تعيشها المراه يعني انهم ينطلقون من رغبه في مشاركه مواضيع عن المراه لكن هناك اوساط اخرى في العالم العربي ليس لديها اصلا هذا الوعي وينتشر فيها العنف ضد المراه والميزوجينيا وغالبا اوساط المهمشه مثلا فلماذا لا يتم مثلا عقد شراكات مع جمعيات في هذه الاوساط والقيام بورشات تحليليه لفائده شباب وشابات في هذه الاوساط حتى يقوموا حتى تكون وسيله للتربيه والتوعيه عبر اشراكهم في التحرير عن نساء ملهمات مثلا هقول لك برضه هي كانت حاجه مؤسفه حصلت معانا في فتره من الفترات ان احنا كمجموعه مستخدمين ويكيميديا مصر ان احنا حبينا كان السنه اللي فاتت شبكتنا مع سبارت ستريت كان داخل فيها الامم المتحده للمراه بس هما كان ليهم اتجاه معين توجه معين هيشتغلوا بيه عرضنا عليهم فعلا ان احنا نكمل ونشتغل هما واخدين عندهم حد من الويكيبيديين تبعهم وليهم مبادره خاصه بيهم فقال لك احنا مش هنشارك كانت في مؤسسه ثانيه المراه والذاكره كان في تاي كان واحد من مديرين برنامج التعليم في المسؤول عن الوطن العربي قبل كده تقريبا قابلهم يمكن في 2014 2015 ثم حاجه مؤقته جدا جدا وخلاص يعني هو اختفى هم بيختفوا هم مش عايزين يتعاملوا تيجي تكلميهم تقول لهم احنا مجموعه مستخدمين احنا مجموعه غير ربحيه مش عارف ايه بتنصل مني فخلاص انا خدت عهد على نفسي انا مش هكمل مع اي حد بالمؤسسات اللي من النوع ده ما تهمنيش في حاجه ان القوه كلها جايه مني انا جايه مني انا من مجهودي انا من الناس اللي انا بجيبهم الناس دي اللي هي عندها استعداد تشتغل دلوقتي الجهه دي عشان تطلع شهاده طالعه من الجهه الفلانيه لا خلاص ما لهاش ثقل عندي خالص خالص طب انت مش عايز تشتغل معايا انا مش عايز اشتغل معاك انت اللي هتاخد القوه مني انا مش انت مش هتفيدني في حاجه فاهمه ازاي؟ انا اللي هفيدك انا اللي يعني لو انت هتدي اسم بس انا هديك المحتوى كل حاجه هتبقى مني انا ومن يعني مش مني كولاء بس مني انا كويكيبيديا فخلاص ما لكش اعتبار عندي من الاخر سوري ان انا بقولها لك بالشكل ده بس فعلا الجهات دي عن تجربه مع اكتر من جهه انا شايفه ان هي ما لهاش اي لازمه جهات سوريه بحته ليها اجندات معينه غير متفقه مع توجهاتنا المعتدله بس
انا رديت على السؤال. يعني مثلا في ناس كتير بتقول لك اما انتوا عندكم في مصر في يعني كان في حد من الاعضاء معاكم شغال مع الامم المتحده كان ليه مش عارف ايه ده، هم خدوا على عاتقهم حاجه معينه ما غيروش، ورغم عرضنا عليهم وعن طريق حاجات كذا حاجه هم عندهم اتجاه معين، عندهم نيه معينه، مسار معين. خلاص انا لو عندي حد بالشكل ده وهي نيته ماشيه في اتجاه معين خلاص. في نفس السياق يا ولاء، بعيدا عن الامم المتحده، هل جربتم التعاون مع مثلا جمعيات صغيره على مستوى حي او على مستوى منطقه؟ هو انا يعني انا كولاء ما كانش عندي المعرفه بالظبط مين، يعني كانت اشهر حاجه عندنا المراه والذاكره دي، بقول لك كان في طاي قبل كده كان راح لهم، وانا ما اعرفش حتى يعني انا بعيد للاجتماع بس ما روحتش، وما اعرفش حتى يعني الدنيا وصلت لفين وقتها. تمام. بس في الاول وفي الاخر يعني قابلت حد فيهم من فتره فبحكي لهم كذا، احنا عارفينكم، طب ايه يعني في تعاون في حاجه، طب حاجه انا اتواصل. لا بتتكلم على دكتوره في الجامعه، عندي مشاريعي اللي انا قوماها بنفسي وعندي سمعتي اللي هي في الوطن العربي وخارج من الوطن العربي، فانا اللي ماشيه يعني انا اللي في ايدي، انا مش ممكن تكون مؤسسه مش هتشتغلي معايا، انا مش هشتغل معاكي. هو الموضوع يعني هو ده بقى اللي بينجح المشاريع في يعني انت بتصممي ان انت تاخدي الاتجاه ده وتكملي فيه. خلاص ما حدش يحبطك. انت لو لقيتي مؤسسه هتحبطك مش هتشتغل في حياتك. اللي ورا ظهرك على طول، اللي ما يشتغلش معاكي خلاص اشتغلي انت باسلوبك، اشتغلي يعني انا مثلا كان يجي يبعتوا عايزين حاجه تبع مصر يبعتوا لي انا. مش عشان انا يعني بقول مثلا انا حد فظيع ما حصلش، لا بس عشان انا حد جد في شغلي جدا، وان احنا كلنا عارفين ونتاكد المره المليون ان احنا بنشتغل بشكل تطوعي صرف ما بناخدش تعريفه. يعني تقريبا الناس كلها كده، وفي ناس بتاخد حاجات مدفوعه بس احنا ما بناخدش تعريفه. فيعني ما حدش ليه فضل عليا. او احنا كعرب احنا كمستخدمين ومحررين ويكيبيديا العرب ما حدش ليه فضل علينا. تمام كده؟ طبعا دي خلاصه تجارب. انا دخلت ويكيبيديا في مارس 2012، يعني داخله خلاص قربت اتم 8 سنين. فشفناها بقى تجارب في كذا حته وكذا مجال، ويعني تقدري تعرفي بقى انت ما بتروحي تجيها وتتعاملي. يعني سمارت سبيد كانت مبسوطه جدا جدا لما يجي لنا دعوه في شهر 8 اللي فات من الخارجيه السعوديه عايزه تكرمنا. فتخيلي انت الخارجيه السعوديه عايزه تكرمك على مجهودك في ويكي جاب، وتلاقي المؤسسه سوري يعني مالهاش ثقه، يعني لا انا ليا مشاريعي وليا اتجاهاتي وليا وليا مش عارف اعمل معاكم. انتوا مين؟ ايه انتوا ويكيبيديا مصر؟ ايه هي ويكيبيديا؟ خلاص. فشفتي العقليات فين؟ شايفه الناس المتقدمه طالعين لي فين؟ واخر سؤال. هو الاول بس الواضح ان هو كان في مشكله في العرض، في كذا سلايد ما ظهروش اساسا، يعني كان في كذا احصائيه هنا ما ظهرتش اخدت بالي، فمش مشكله. بالنسبه للمقالات الخاصه بالنساء في كل دوله عربيه يوجد نساء، الاشكال هو في المقالات، ماشي كل النساء عندهم مصادر عندهم مراجع. فهنا اشكال فيما يخص المقالات، يعني تعتبر المقاله ضعيفه تقدر تحذف المقاله رغم ان الشخصيه تحقق ملحوظيه تامه، شخصيه نسويه بيان سور كتحقق واحد الملحوظيه تامه محليا، ولكن عالميا او وفق سياسه ويكيبيديا لا. فكيفاش ممكن نواجه هذا الاشكال؟ يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلغي المصادر، خصوصا المقالات المقاومات والمناضلات في اي دوله عربيه. ماشي، ما هما المقالات الشخصيات دول يفترض ان هما ذكروا يعني ذكروا في كتب مثلا في مراجع سابقه، دي حاجه فرضا ما ذكروش، احنا المفروض نعمل ايه؟ يعني ندور على مصادر. هو المقال بيتحذف ليه؟ انا لما بدخل على ويكيبيديا الاقي مقال فلان الفلاني من مواليد كذا كذا شارك في الحرب ضد كذا او عرف عنه الكفاح في كذا، فين المصدر؟ انا ادور مش طالع لي حاجه. انت كنت تكتب المقاله انت اول واحد تدور على المصدر. يعني هو الموضوع هياخد وقت شويه، لو ما لقيناش المصدر على اكيد مذكور في الكتاب. يمكن وجود مصدر محليا ولكن ينشا لا يعتبر، لا المصدر المحلي طالما هو لا منتدى ولا مدونه والشخصيه ملحوظه، ف
فعلا في بلدها تمشي. مثلا يعني احنا مثلا عندنا في الجامعه كنا اشتغلنا كتب في وقت ما عشان التدريس، عملنا كتير. هل مثلا انا اروح احقق مرموزيه اني كتب مقاله عني ان انا عملت بشتغل في الجامعه وعملت كتاب ونظمت مسابقه على المراه؟ لا، انا اول واحده هحسب المقاله عن نفسي ان انا لا احقق الملحوظيه. حتى لو ذكرت صوره 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 وقت المؤتمر بتاعنا طلعنا في الصحف واتكلمنا، بس انا لا احقق الملحوظيه باي شكل. بس لو هي مقاومه، هي عندها قصه كفاح عظيمه، مثلا ماسكه مؤسسه بتعمل بتساعد الفقراء، يعني لا دي احيانا لا توجد مصادر ولكن شخصيه معروفه محليا. طب ما هو لازم يكون في مصدر، ما ينفعش انا كشخص معروف محليا لازم يكون في ناس اتكلمت عني. مصادر يمكن ان يكون ضعيفه نوعا ما، يعني ممكن نكتب بقى هنا المقاله تبقى موجوده وينكتب فوق ملحوظيه ضعيفه، بس لازم توجدي مصدر. كونك ما تلاقيش مصدر لا على النت ولا في كتابك، الشخص ده مش ملحوظ يعني. بس ملحوظيه ضعيفه كده يعني لان هناك امكانيه تشكيك في المقاله ككل. لا هنا مثلا ان يعني اول ما تكتبي مثلا ان المقاله يعني في برضه اللي هي قال المصدر ان المقاله محتاجه تتوثق بمصادر اكتر، تمام؟ بس يعني لو هي في تاريخ كبير في المقاله يعني للشخصيه دي في كلام كتير جدا عنها، بس مفيش ولا مصدر او مصدر واحد، ده ضعيف. ده اوتوماتيك بيخليني اقعد ادور على المقاله اكتر، يعني ادور على صاحبه المقاله كذا مره قبل ما افكر احذفها ولا ما احذفهاش. وصلت النتائج اوكي تمام، ما وصلتش النتائج ومش لاقيه خالص انا مضطر احذفها لان انا فعلا ما عنديش مصدر يثبت لي الكلام. طبعا مع العلم ان اليوتيوب مش مصدر، تمام؟ في ناس ممكن تقول لك الشخص ده طلع على اللي هم مثلا الناس اللي ليهم قنوات على اليوتيوب. انت فعلا كنت نازل اغنيه تعدي مليون مشاهده في 3-4 ساعات. وبعدين اليوتيوب مش مصدر. بس لو كان الشخصيه تتحدث عن نفسها في اليوتيوب او بتحطي كوصفه خارجيه، بتحطي كوصفه خارجيه مثلا في المقاله وقتها، يعني ممكن يتقبل وقتها. مصدر خارجيه مش مصدر. مش مصدر يعني هو ممكن يتقبل في حالات بسيطه جدا جدا جدا، زي مثلا صفحات الفيسبوك ممكن تتقبل لو الصفحه رسميه وموثقه. بس مش دايما، يعني هو حتى هتلاقي ورش هيساءه بيمنعك ان انت تديك اي صفحه ليها علاقه بالفيسبوك على الموسوعه. الا الفنانين؟ لا كمان حتى مش يعني مقبوله، بس يعني ضعيفه جدا. لا مش كلهم ليهم الصفحه على يعني في ناس محددين. لا هو المفروض يعني بيقول لك حطيها في اضيق الظروف، يعني مش على طول، فاهمه؟ مش بتحطهاش على طول. يعني هو غير مرحب بان انت تحطي صفحه فيسبوك، صفحه التواصل الاجتماعي على الموسوعه، غير مرحب تماما. تمام؟ فنرجع تاني لموضوع الملحوظيه، لازم توجدي مصدر، ما هي ما وجدتش مصادر تعني ان الشخصيه يعني عاجلا ام اجلا هتتحذف، لانه مع مرور الوقت مش قادره توثقي المقاله. ويعني عارفه مثلا فكره تعارض المصالح بمعنى ايه؟ انا شايفه ان انا شخص مشهور جدا جدا جدا. فالطبيعي ان انا ما اكتبش عن نفسي، حد يكتب عني، ما هو انا كتب عني في جرايد كتير فانا بقيت شخص مشهور، حد يكتب عني. انا لما اكتب على نفسي ده تعارض مصالح، ما بنشوفه كتير جدا في الويكيبيديا. تلاقي احدث التغييرات، تلاقي فلان كتب عن يعني هو الاسم المستخدم هو اسم المقاله. بيكتب بقى ان هو شخص عظيم وان هو ما يعني ما حصلش. في الاخر يعني ده اصلا بنحسبها ان ده في اغلب الحالات تعارض مصالح. فانت القاعده الذهبيه بتقول لو انت مشهور هيجي اللي يكتب عنك. بس احنا على فكره في قوائم مقالات كان مولدها او مستخرجها الزميل شبيب من السعوديه، هي قائمه كبيره جدا 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 فيها من البلدان كتير، من بلدان كتيره جدا. والمقالات مثلا عن المغرب بس طلعت منها حوالي 278 مقاله و279 مقاله، المفروض ان شاء الله نشتغل منهم بكره. الشخصيات دي في مثلا ما لهاش مقابل، في منها ما لهاش مقابل باللغات الاجنبيه. بس ده قبل ما نعمل عليه موافقه، يعني هنحاول نتاكد، نحط اسم المقاله على جوجل وتشوفي فعلا الشخص مشهور، في مصادر عنه، لو ما فيش مصادر مش هنكتبه من الاول. تمام؟ هو ده بيبقى التحدي من قبل ما تشتغل في اي مقاله. خلاص شكرا جزيلا على ال على النقاش هذا، وكان مثري جدا.
كاين ورشة على تعليم حروف تفيناخ حروف الأمازيغية في غرفة ابن تشفين، وكاين كذلك ورشة ولا نقاش حول الكومنتس، كيف استعمال رسخ كرياتيف كومنتس لايسنسز، رسخ حول تحميل صور في الكومنتس. كاين جوج ورش، والاولى ورشة الكومنتس في القاعة سميتو القاضي عياض، والثانية ديال تفيناخ في قاعة ابن تشفين. شكرا. طبعا زي ما قلت في فجوه كبيره جدا. نرجع بقى من البدايات. في شهر سبتمبر 2014 في مصر، يعني وقت ما كان برنامج التعليم موجود، كنا منظمين، يعني البرنامج كان مستمر فتره الصيف والخريف ولحد وصولا لشهر سبتمبر اللي هو اخر عمود. دي كانت المساهمه مساهمه البرامج. دي كانت خامس نسخه برنامج التعليم اللي احنا وقفناه على 11. دي كانت مساهمات برنامج التعليم في خامس نسخه. وصلنا اللي هو الكولم الاخير، العمود الاخير ده اللي احنا وصلناه، مساهمات وكتابات عن المراه في الشهر ده في الفتره دي، في النسخه الخامسه من برنامج ويكيبيديا للتعليم في شهر سبتمبر. وقت عملنا برنامج موازي في جامعة القاهرة جامعة عين شمس، بقيت كل الاثنين شغالين مع بعض، محتوى نسوي محتوى نسوي، ففي نتائج دلوقتي هظهرها. فكانت آخر عمود هو اللي كان يعني باين قوي إن الشهر ده تحديدا وقت إطلاق المبادرة كان فيه مساهمة كتيرة جدا جدا جدا. دي كانت نفس النسبة اللي هي 48% من المحتوى اللي اتضاف في خلال نسخة كاملة اللي هي الشهور السابقة دي. 48% منها اتضافت بس في شهر سبتمبر، الشهر اللي اطلقت فيه النسخة. معلش البرزنتيشن طويلة شوية وتقيلة. طيب يعني هي عقبال السلايد الثانية اما تحمل هي عدت. في كان 88% من المساهمات جت من السيدات في الفترة دي. في كان 28% من المحتوى كان نسوي برضو خلال الفترة دي، يعني خلال الفترة النسخة الخامسة من برنامج ويكيبيديا للتعليم 28% منها كان نسوي، و 88% من المشاركين كانوا طالبات. طبعا احنا عندنا في مصر في الجامعات السيدات موجودين بكثرة أكثر من الرجال من الرجالة. تمام. عملنا بعدها ايه؟ كان قبل ما نبتدي مسابقه ويك المراه في 2015 2016 دي كانت اربع جولات، بدايه من 1 ديسمبر 2015 ل 30 نوفمبر 2016. كنت انا وصديقتي الاداريه السابقه رافان من العراق كنا شغالين المسابقه دي مع بعض. فكرتها جت ازاي؟ فكرتها جت في ويكيمانيا المكسيك 2015 ان هو ليه ما نعملش حاجه على مستوى الوطن العربي؟ ساعتها يعني ناقشنا الموضوع، كان ساعتها في اجتماع ممثلي الدول العربيه في المكسيك، وطرحنا عليهم الموضوع خلينا نعمل الحاجه دي على مستوى الوطن العربي. كان في قبول كبير للموضوع، ومعرضنا ان احنا ناخد فند او جراند من الفاونديشن من المؤسسه، وافقوا جدا وعملنا فعلا المسابقه. النتائج بتاعتها كانت مبهره بصراحه، يعني وصلنا في الاخر 6 مقالات مختاره، 9 مقالات جيده، 8 قوائم مختارة، بوابة جيدة، 8 صور مختارة، عدد المقالات 7787، وعدد الصور 480 صورة. فده كان إنجاز. احنا بنتكلم 2015 2016 لسه برضو وعي الناس بالمشاركة في ويكيبيديا برضو، يعني ايه، هو كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبليه. وقفنا 2017 تقريبا ما كانش فيها انشطه نسويه كتير، غير ان انا كنت شخصيا كنت قاعده في اسبانيا، فكنت انا قدمت عروض زي دي في اسبانيا، وكانوا مبهورين جدا احنا ازاي في الوطن العربي بنعمل حاجات ليها علاقه بالمراه وازاي بنحقق نتائج، فكانت حاجه مبهره.
كملنا بقى في 2018 لما جالنا دعوه من الخارجيه السويديه ان احنا ننظم ميكي جام مع سفارات السويد في البلدان بتاعتنا، ودي برده الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها بكره ان شاء الله مع سفاره السويد. فنظمنا ميكي جام فعلا في مصر، نظمنا 2 سيشنز، واحده في 1 مارس واحده في 3 مارس 2018. ساعتها كانت النتائج كانوا خلال الورشتين كانوا عدد المشاركين 35 مشارك، وعدد المقالات كانت 29 مقالة. دي كانت صورة اللي كنا عاملين الايفنت في مكتبة عامة، مكتبة مصر العامة. دي كانت صورة الايفنت الاولاني، ودي صورة الايفنت الثاني. طيب هل انا هوقف لحد هنا؟ لا انا بوقفش. فانا عملت ايه بعدها؟ قلت لا احنا كمان لازم نفكر خارج الصندوق، مش مجرد اتنين ايديتاسونز بس ورشة تحريرية وخلاص هنكتفي بكده، لا كنا عايزين نوصل لابعد من كده. عملنا مبادرة او مسابقة المرأة والفنون، دي كانت في 12 مارس 2018. ساعتها انا عملت دعوة على النت، يا جماعة انا حابة اتكلم عن مفاجأة، يعني تعالوا المهتم بوكيبيديا يجي يحضر. فالناس دي جت حضرت واتكلمنا وقتها ان احنا هنطلق مسابقة 15 مارس عن المرأة والفنون، وكانت النتيجة المرأة والفنون بالتعاون مع مبادرة الفن والنسوية. ده الكلام ده كان في 2018. النتائج بتاعتنا اللي طلعت، يعني عملنا المبادرة دي من 15 مارس ل 30 ابريل، تمام، شهر ونص. وصلنا لإيه؟ وصلنا لثلاث مقالات مختارة. المسابقة دي كانت تقريبا اعتقد كانت عليها فلوس، عليها جوائز. وصلنا لثلاث مقالات مختارة، ستة جيدة، 1147 مقالة جديدة، يعني كانوا 22 مشارك، 11 من السيدات و11 من الرجال. وعدد البايتس يعني كنا كسرنا رقم بال 11 مليون بايت، فدي كانت حاجة حلوة جدا. كانت المسابقة دي كانت شغالة برضه بدعم برنامج ويكيبيديا للتعليم، اللي هو كانوا فيه الطلبة بتوعي ان انا برضه كنت بقعد انقح المقالات بتاعتهم على طول الخط. طيب ايه اللي حصل تاني؟ كنا في جنوب افريقيا في ويكيمانيا 2018، فلينا صديقه من ارمينيا قالت احنا عايزين، يعني كنا السنه اللي فاتت عاملين مبادره، كان هم من ايطاليا ارمينيا الارجنتين، قالوا طب احنا كمان عايزين ندخل اللغه العربيه معانا، فليه ايه رايك ان احنا ندخل بالمبادره دي؟ قلت لهم تمام جدا. عملنا المبادره 15 يوم بس، كانت من 16 يوم من 15 اغسطس لحد 31 اغسطس، كانت بمشاركة الأرجنتين، أرمينيا، الكاميرون كانت على استحياء، وكانت مصر، إيطاليا. النتائج وقتها هنتكلم في 16 يوم، كان 11 مشارك طلعوا 87 مقالة، وطلعوا حوالي يعني نقول مثلا نص مليون بايت، ودي بالنسبة للإحصائيات الأرقام دي كانت كويسة جدا جدا. طيب بعدها هنعمل إيه؟ هنسكت؟ لا مش هنسكت برضه، هنكمل. الايديتاسيون ده انا عملته وانا برضه كنت قاعده في اسبانيا، كان عندي تواصل مع سبارت سويد في مصر، سبارت سويد في اسبانيا، ان احنا والفن طبعا والفن والنسويه، ان احنا عايزين نكمل، عايزين نكمل اللي احنا ابتديناه قبل كده عن المراه. فانا خلاص فكرت ان احنا دي كانت حاجه خلاص مش مدفوعه بقى، ان احنا خلينا نخش ورشه، يعني ورشه تحريريه او فتره تحريريه. كانت الفترة دي من 1 مارس لحد 15 ابريل. فقلنا نشوف، يعني ايه زي ما بقول، دي كانت حاجة تطوعية بحتة، ما كانش في أي مقابل خالص خالص خالص. فساعتها كانت المشاركة 19 مشارك، أو النتيجة 19 مشارك، 1518 مقال، كسرنا يعني رقم 7 مليون لايك، فكانت برضه كانت نتيجة مذهلة جدا جدا. الفترة دي كنا دخلنا في ابريل 2019، فجينا وقفنا برنامج التعليم بسبب مشاكل ليها علاقة بالتمويل مع الفاونديشن مع المؤسسة، فاضطرينا ان احنا نوقف برنامج التعليم في ابريل. وانا فكرت ان انا عايزة اعمل حاجة جديدة، انا لان انا عندي تحت ايدي طلبة كتير جدا متطوعين من جميع محافظات مصر، والناس كلها عايزة تشارك، انا يعني ما كنت بشوفهم مع وجها لوجه، كل تعاملنا كان على الانترنت بس، فالناس عندها رغبة ان هي تشارك وعايزين يكتبوا وعايزين حد يراجع لهم المقالات. طب خلاص انا خدت على ان انا اكمل في الموضوع ده. و
واخترت الاسم ساعتها ان احنا خلينا شعاع ويكيبيديا معرفي. ابتديناه من اول يوليو 2019 لسه مكملين ان شاء الله لحد يناير السنه الجايه. يمكن حتى في المبادره دي يعني احنا وصلنا ان احنا رشحنا ثلاث مقالات، اثنين مختاره واحده جيده، والناس بتكتب فيها. المبادره دي كانت عباره عن ايه؟ اكس برنامج التعليم، برنامج التعليم سابقا مدمج في الفن والنسويه، تمام؟ الاثنين كانوا مع بعض. اللي عايز يشتغل مقالات حره يشتغل، اللي عايز يشتغل تحت عباءه الفن والنسويه يشتغل، والاثنين تحت العنوان الكبير شعاع وكوميدي معرفه. جينا برضه تاني للتطور الاخير، ارمينيا وايطاليا هيكملوا معانا، بس وقتها كانت دي كانت الجوله الثانيه بالنسبه لنا احنا كعرب. دخلوا معانا دول كتير جدا، يعني كانت الارجنتين، ارمينيا، المغرب، الكاميرون، مصر، فرنسا، المانيا، غانا، اليونان، الهند، ايران، ايطاليا، نيبال، نيجيريا، السويد، سويسرا، اوغندا، وكان امريكا. بس فعليا برضو الناس اللي شاركت، يعني ممكن نلاقي من الكاميرون حاجه بسيطه، ممكن نلاقي من غانا حاجه بسيطه. الناس اللي هم الاساسيين كانت النسخه العربيه، النسخه الارمينيه، النسخه الايطاليه. عملناها شهر من 20 اغسطس ل 20 سبتمبر، وصلنا ان احنا كان حوالي كانوا 19 مشارك، بس اللي شاركوا فعليا كانوا 13، ودول ولدوا 125 مقاله، وكسروا حاجز ال 3 مليون بايت. والصوره دي كانت في مصر في 23 يوليو 2019، كانت ليها علاقه بالخطه الاستراتيجيه لويكيميديا 2030، وجمعنا فيها ناس من الفن والنسويه، الناس اللي شاركت في الفن والنسويه ان هم يتعرفوا علينا عن غرب، احنا بنعمل ايه، نشاطاتنا ايه. ده كده يعني ما في جعباتي بخصوص المساهمات او المشاركين المشاريع النسويه على ويكيبيديا. طبعا انا اكتر بتكلم على كلها حاجات تطوعيه، يعني مش داخل معانا جهه هي ليها تمويل خاص بيها، او ان المشاريع دي تبقى مموله. يعني في حاجات كانت عليها جوائز كمسابقه، وفي حاجات في العادي او في المجمل كانت لا، مجرد مساهمه تطوعيه بحته، وان الناس بس عايزه اللي يتابع معاها. طبعا باعتبار ان احنا عندنا الفجوه دي في ويكيبيديا العربيه، ان احنا اقل من 4000 محرر، كسرنا 950,000 مقاله، ففي فجوه كبيره جدا جدا. فان انت تاخد على عاتقك ان انت تقعد تراجع المقالات وتقعد تنقح وتقعد يعني تتشك على كل حاجه، فالموضوع لا مش سهل. فهي دي النتائج لحد دلوقتي، والحمد لله يعني نلاحظ بشكل عام ان المحتوى النسوي تطور جدا في ويكيبيديا. ما زلنا يعني بنحاول ندخل السيدات معانا في ويكيبيديا في اي سواء برنامج التعليم هنا او هنا او هنا، سواء اي مبادره نسويه، سواء شعاع، يعني بنحاول، بس هون الموضوع بيبقى صعب شويه. فانا دلوقتي بقى يعني هسيب المجال لحضراتكم لو عندكم اي تساؤل او اي حاجه. في المبادره مثلا زي بتاع التعاون سيدات الويكي، سواء السنه دي او السنه اللي فاتت،
بس كان معانا مشاركين من اغلب الدول العربيه، ان الموضوع حتى يعني هي ما اسمهاش ويكي تعاون سيدات الويكي مصر، هو الشعار موجود لان هو ده كان المتاح وقتها تمام، بس المسابقه دي او المبادره دي على مستوى الوطن العربي كله. طيب احنا جت معانا ازاي؟ يعني احنا جت معانا لما كان في تواصل عن فريق الخارجيه السويديه السنه اللي فاتت ان احنا نعمل حاجه تبع سفاره السويد في القاهره. طيب بس هو كان مجرد ايفنت، يعني زي ما المحصله منه كانت برده يعني كانت ضعيفه برده، يعني بنتكلم في 35 مشارك و 35 مشارك و 29 مقاله، فبرده المحصله ضعيفه. فانت لازم تدعميها بحاجه، يعني دي كانت على ارض الواقع، فانت دعميها بحاجه ليها علاقه بالويكيبيديا نفسها، فاهمه ازاي؟ يعني المبادره نفسها تبقى على المبادره نفسها تبقى على ويكيبيديا، مش مجرد حاجه بترعاها جهه حكوميه جهه سياديه، فاهمه قصدي؟ فيعني هي بتيجي كده التمويل. طبعا احنا كمجموعه مستخدمين مصريين ما لناش تمويل خالص الحمد لله، عندنا بعض القيود اقواس كتير جدا تمام، فاحنا ما عندناش تمويل خالص خالص، الموضوع كله تطوعي. المفروض التمويل يجي لنا من ايه؟ يجي لنا من المؤسسه اللي حاليا انا كنت اتكلمت النهارده مع اكثر من حد بخصوص الموضوع ده، ان هم السبب ان هم السبب ان برنامج التعليم يقف، ان هم اخر نسخه دي قعدت حوالي سنه ونص، النسخه دي ما كانش فيه فاند خالص، ما كانش فيه تمويل خالص، بنبعت ايميلات طب هنرد عليكم وهنرد عليكم ما بيردوش في الاخر. فيعني مشروع كله تطوعي، هم مش عايزين يبعتوا فاند خلاص شكرا. فانت في الدول العربيه ما عندكيش فاند بالمعنى، الا لو في مثلا مؤسسه هي بتدعم داخليا، ودي مش متاحه في اغلب الدول العربيه، موجوده في بعض دوله او اثنين بس مش موجوده في اغلب الدول العربيه. طب احنا نحل الاشكاليه دي ازاي؟ ان احنا لازم نتواصل مع المؤسسه تاني وتالت ورابع وخامس، انه يعني انا بشتغل تطوعي وانت اللي معاك الفلوس، انت لازم تدفع، انت مجبر ان انت تدفع. دي فاهمه ازاي؟ انت مجبر ان انت تدفع، لان كل المشاريع دي لرفعت الويكيبيديا باي لغه، واحنا كمجتمع محدود كمجتمع عربي يعني نسبتنا مش كبيره، فانا من حقي ان انا ما اطلب فند، انت تديني فند مش هتجاهلني. لو سمحتي اخر سؤال. اتفضل. احنا في المغرب ما عندناش برنامج تعليم بحال ديال مصر او فلسطين او الاردن، فنظرك كخبيره في هذا البرنامج، او انتم الاولين اللي بديتوا، كيفاش جاي النصائح اللي تقدر تقدميها والاخطاء اللي خاصنا نتفاداوها الا بغينا نديروا بحال هذه البرامج في المغرب؟ هو برنامج التعليم كان مجرد برنامج خلاص، يعني من اللي انا شايفاه دلوقتي على ارض الواقع ما بقاش فيه تغطيه، ما بقاش فيه دعم، ما بقاش فيه اي حاجه، هو مجرد برنامج يعني خلاص تمام كده. فسواء برنامج التعليم سواء اي مبادره كله زي بعضه، المهم هدفك ايه؟ هدفك تطوري محتوى مختار وجيد على ويكيبيديا، ولا هدفك عدد مقالات توصلي 1000 2000 مقاله، ولا هدفك ايه؟ ولا توصلي للاثنين مع بعض تمام؟ فمش مشكلة اسم البرنامج خالص. بس أنا فاكرة عندكم من فترة كان في مشروع المغرب أو حاجة كده، كان في حد عامله، الموضوع كان الشخص من حين لآخر عمال يحط إعلانات، بس هو برضه الشخص مش معروف للناس، فبتعتبر بالنسبة للمجتمع العربي إن هي فقاعة، لو حد كده طالع يا جماعة تعالوا نعمل كذا وخلاص، هو ما بيعملش متابعة ما بيعملش أي حاجة، اللي هو يقترح الفكرة وخلاص. المجتمع العربي كسول للاسف، ان احنا بنعترف ان المجتمع العربي كسول جدا جدا. فانت هتعملي المبادره يبقى انت لازم تتابعيها. هتعملي المبادره وتمشي، يعني يؤسفني ان انا اقول لك ان الموضوع ده هيفشل كليا. فزي ما بقول لك مفيش مش فارقه المسمى خالص خالص، ودلوقتي حتى كمان المؤسسه عندها حاجه ان هي بقت رافضه تعمل جوائز نقديه، يعني مثلا المسابقه دي المركز الاول 500 الثاني 300 الثالث 200 مثلا، لا رافضه تدي فلوس، ويقول لك مثلا نعمل كوبون من امازون او اي حاجه، او خلاص اكتفي بالشهاديه تمام. بس احنا لازم نبقى قايلين الكلام ده من الاول. مثلا كان عندنا واحده من المبادرات دي كان فيها فلوس، وهم وقت التوزيع قال لك لا، قلت لهم لا مش الكلام ده، انا قلت للناس ان في فلوس في المركز الاول كذا الثاني كذا الثالث كذا، لو انت قلت من الاول واعلنت صراحه
دي ثقه مجتمع بالشخص الفلاني، انا مش هز الثقه دي عشان انت بتقول طلعت رولز بالشكل الفلاني، لا تمام. فزي ما قلت لك يعني هي وقت قبول حاجات كتير جدا في بعضها، واراده، اراده قبل اي حاجه في الدنيا. دكتوره ولا يعطيك العافيه، أنا من المتابعين لجهودك من زمان، وصراحة جهودك مش بس على مستوى مصر أو على مستوى الوطن العربي، بل هي جهود عالمية مشكورة جدا. أنا صراحة عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول هو، جربتي تبحث عن الأسباب وراء الإحصائيات اللي ذكرتيها بأنه الفيميلز نسبتهم قليلة جدا بالنسبة للميلز في ويكيبيديا؟ والسؤال الثاني هو، لاحظت أنه في حدا معلق لك على صورتك في ويكي عربية بأنه 20% فقط من حضورهم من الإناث. فسؤالي بناء على هذا الصدد، هل برأيك الجهود اللي بذلتيها أنت وبقية المستخدمين في سبيل ويكي المرأة، هل ساهمت في زيادة نسبة الإناث؟ هل لها أثر في زيادة نسبة الإناث؟ يعني أثر بشكل إيجابي أم لسه المشكلة موجودة؟ طيب ماشي. يعني ليه برضو الإناث ما بيظهروش على المساحة؟ يعني انا هحكي موقف كده من رشحت اداريه. بس لو سمحت اضيف شغله، نسيت اضيف شغله، بانه هلا بحثت عن السكس ريشوز في الوطن العربي ما بين الميلز والفيميلز، هي تقريبا قريبه جدا من بعضها، يعني مش كثير الميلز اكثر من الفيميلز، فشو السبب بانه الفيميلز لساتهم قليلين جدا على الانترنت وعلى ويكيبيديا؟ طيب تمام، انا هحكي حاجه قبلها. فلما ترشحت اداريه في يناير 2013، فكان في عزوف شويه عن التصويت، عرفت بعد كده من الناس، من يعني اقرب اصدقائي دلوقتي، ان هو ليه ما صوتوش وقتها؟ قالوا خايفين، خايفين واحده بنت تمسك اداري تحل مشاكل اشكاليات. طبعا احنا عندنا في ناس بتتلفظ بالفاظ مش كويس، بتحط صور خادشه للحياه، فازاي البنت ممكن تتدخل تحل حاجه زي كده؟ ازاي تخش بالنزاع اثنين بيتخانقوا اثنين بيقولوا الفاظ مش كويسه، او في مشكله سياسيه، مشكله فظيعه مثلا، ويعني ازاي بنت تعرف تتدخل وتحل الحاجات دي؟ الموضوع مش علاقه بنت وولد، موضوع انت نفسك تقدر تعمل ايه، تمام كده؟ فعقليه مجتمع. طب ليه البنات ما بيسعوش ان هم يشاركوا؟ يعني من تجاربي ومن طلابي تقريبا بنات، اغلبهم في السواد العظم بنات، اهم حاجه عندهم طبعا فكره العمل التطوعي. طبعا في يعني في مشكله في فكره العمل التطوعي، انه الناس ما بتوصلهاش الفكره كويس، وانت لما بتوصل الفكره لا انا عندي حاجات ثانيه اهم اعملها من العمل التطوعي. واحنا كبنات يعني شويه ايه، معلش على السبب ده، بس اللي هو يهمنا الموضه، يهمنا نخرج نتفسح، مش هقعد اقضي حياتي ان انا اقعد اكتب مقال على ويكيبيديا. اللي هو انا كان اهلي بيقولوا لي قبل كده، ايه ويكيبيديا اللي انت قاعده عليها دي كل شويه، ليه منهار ونهار وليه وما بنشوفكيش فيها؟ يعني واخداكي مننا. نفس الشعور، نفس اللي بيصير عندنا. فيعني من واقع انت تيجي تتكلم مع بنات، لا يعني هو مش مقيدين الموضوع، هي اهم حاجه تلبس، اهم حاجه تخرج، يعني عقليه، هي عقليات بنات، ده الطبيعي بتاعنا كبنات يعني. طيب هل المشاريع دي اسهمت؟ كانت في احصائيه، كانت على فكره في حاجه هنا في بتاع مظاهرتي، بسبب ان العرض تقيل جدا جدا ففي حاجه مظاهرتي. كانت المسابقه اللي احنا عملناها في 2015 او 2016 اللي كانت اربع جولات، كانت نسبه الذكور كانت اكتر من الاناث. يعني ذكور كتبوا مقالات عن الاناث عن السيدات، بس المشاركين كانوا ذكور. دي كانت حاجه غريبه جدا جدا، كانت ظاهره غريبه. بس في الاول وفي الاخر هي بترجع ان هي البنت مش هتشارك، احنا بنعمل كل ما في وسعنا ان احنا بنحط اعلانات هنا وهنا وهنا، وابتدعوا الناس، كنا بننزل نطاق الجامعه بحكم الشغل طبعا، ان احنا نقول للناس عندنا مبادره كذا وكذا، ولو حابين تشاركوا. بس يعني هو الطبيعي ان هم عندهم عزوف، بس المحتوى نفسه زاد. يعني انا هرجع اقول لك في الاول وفي الاخر، خلاص انا ما بقاش مهمنيش وجود النساء، لانه انت بتحاول 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 تنزل مجهود كبير جدا جدا جدا، وفي الاخر بيبقى هباء يعني. فخلاص انا دلوقتي يهمني، يعني انا اقول عايز المحتوى النسوي يزيد، يزيد بقى عن طريق ولاد، يزيد عن طريق بنات. بس عايزه دي السلايد اللي مظهرتي، بس اهم حاجه المحتوى النسوي يزيد، والمشاركه هتيجي عاجلا ام اجلا هتيجي. احنا كنا فين من ساعه ما ابتدينا 2003؟ كنا فين؟ فين السيدات؟ كانوا فين؟ فهتيجي. هي كان في سؤال هنا يا اسف.
تشكرين عليها مبهرة فعلا. ثانيا عندي سؤال هو في نفس الوقت اقتراح. أظن أن الناس الذين يشاركون إلى غاية هذا الوقت في هذه المشاريع هم عندهم مسبقا وعي بالمشاكل التي تعيشها المرأة، يعني أنهم ينطلقون من رغبة في مشاركة مواضيع عن المرأة، لكن هناك أوساط أخرى في العالم العربي ليس لديها أصلا هذا الوعي وينتشر فيها العنف ضد المرأة والميزوجينيا وغالبا الأوساط المهمشة مثلا. فلماذا لا يتم مثلا عقد شراكات مع جمعيات في هذه الأوساط والقيام بورشات تحليلية لفائدة شباب وشابات في هذه الأوساط حتى تكون وسيلة للتربية والتوعية عبر إشراكهم في التحرير عن نساء ملهمات مثلا؟ هقول لك برضه هي كانت حاجة مؤسفة حصلت معانا في فترة من الفترات، إن احنا كمجموعة مستخدمين ويكيميديا مصر إن احنا حبينا كان السنة اللي فاتت شبكتنا مع سبارت ستريت كان داخل فيها الأمم المتحدة للمرأة، بس هما كان ليهم اتجاه معين توجه معين هيشتغلوا بيه، عرضنا عليهم فعلا إن احنا نكمل ونشتغل. هما باخدين عندهم حد من الويكيبيديين تبعهم وليهم مبادرة خاصة بيهم، فقال لك احنا مش هنشارك. كانت في مؤسسة تانية المرأة والذاكرة، كان في تاي كان واحد من مديرين برنامج التعليم في المسؤول عن الوطن العربي قبل كده تقريبا قابلهم يمكن في 2014 2015، ثم حاجه مؤقته جدا جدا وخلاص، يعني هو اختفى، هما بيختفوا، هما مش حي.